محظوظة ان انا في بداية مشواري بعمل اعمال يعني جميلة ولذيذة، ويا رب تكون يعني خفيفة على قلب الناس. فالحمد لله يا رب الفيلم يعجب. الفيلم جميل جدا وفي مغامرة جميلة وفي رسالة حلوة قوي. انا مبسوطة ان انا كنت فيه، والكرو كله دمه خفيف وبيخلينا نبقى مرتاحين قوي. دوري هو دكتورة اسمها رانيا وخطيبة توتا، بتمر بقى بمواقف كتير قوي، فبتخليها اللي هو ايه، هتشوف العلاقة ما بينها وبين توتا ازاي هتبقى فيها تناقض وازاي ده هيوصل.